تستطيع يا حسون، تستطيع يا أسطورة، تستطيع أن تعطيها له، تستطيع أن تطيرها له. لا للدمج الأصفر يا حسون، لا لا نريد الدمج الأصفر يا حسون. لا حسون بالثلج الحمراء الأسطورية السريعة الدموية، يلا يا حسون ورينا ومتعنا، ورينا الهيد، ورينا الراس كيف تطير، ورينا الجلد، وريهم نحكي رأله. بو 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 كفو 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 كفو. شنو هذا يا حسون؟ شنو هذه المتعة؟ شنو هذا الجلد؟ ايش؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون عن الاسطورة حسونة ملك الحاسوب القادم، ويعني مش قادم ولا حاجة، هو حاليا يعني ما شاء الله عليه ملك حاسوب جدا جدا واسطورة ومتمكن من لعبه. ويا شباب يعني ما شاء الله ما شاء الله عليه، يعني يا شباب مستواه في الحاسوب ارتفع جدا جدا جدا، بالذات في الهدات، بالذات في التلج انها تتحط بسرعة والكلام ده كله. كل ده هنشوف مع بعض يا شباب، ولكن قبل ما ندخل على الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب يا شباب علشان نوصل 15000 مشترك في اقرب وقت ممكن. حاليا وقت تصوير الفيديو ده مش فاضل فقط غير 500 مشترك، فان شاء الله ان شاء الله نوصل ل 15000 في اقرب وقت ممكن يا شباب. وشكرا على الدعم في اخر فيديو، طلبت منكم 100 لايك وصلنا 100 وشويه، فشكرا لكم بجد يا شباب. وخلونا نشوف يا شباب نقدر نوصل الفيديو ده 80 لايك ولا لا. 80 يا شباب مش رقم كبير والله، وان شاء الله نجيبه في اقرب وقت ممكن. وخليكم على الفيديو يا شباب، ما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك، وخليكم على الفيديو، واسف لو طولت عليكم، ومشاهده ممتعه. بدنا ننفذ اليوم المخطط اللي خططناه، طلع الشيء اللي بدنا نسويه الكبير، المخطط الكبير. اي واحد طلع البطوله، طلع البطوله البطوله الكبيره هذيك. بس هذيك بدها تنظيم كثير. ها يا شباب بدنا نسوي بطوله على النونو لايف. ليش طيب تحكي بالالغاز يا زلمه؟ احكي قدام المتابعين. ما حكيت، قلت لك تبع البطوله، يعني انت بتوضح لهم، انا بقول لك شيء انت يا شباب. ان شاء الله قريبا رح نعمل بطوله كبيره في تطبيق النونو لايف. طبعا البطوله رح تكون على 1000 دولار يا شباب للكلانات، لاقوى الكلانات العربيه. رح تكون بطوله عن جد اسطوريه وبطوله ضخمه جدا وعلى 1000 دولار. يعني ما في ما انا راح اعلق، ما في حدا سوى 1000 دولار، في حدا سوى بطوله 1000 دولار؟ لا لا ما في لا لا. ما في غير لا في الاكسجين، الاكسجين بطوله الاكسجين سواها على 1000 دولار، بس سلسله سواها يعني اربع سلسله شهر كامل، هي تبع رمضان سواها مو سلسله. بس انا لا راح اعمل بطوله باسبوع، يعني باسبوع راح تكون منتهيه البطوله، يعني اسبوع واحد وتكون منتهيه البطوله خلاص. 1000 دولار بعد اسبوع وخلص، زائد بطوله ثانيه 1000 دولار بتكون جايب الفائز. ما بتشارك كلانات ولا يوتيوبرز؟ الكلانات مو يوتيوبرز، كلانات المعروفه. يعني رح نجيب الكلانات القويه، الكلانات اللي معروفه بالجلد بالسيرفر، معروفه بالبطولات، معروفه بالهاي. 48 كلان معروفين. 48 كلان معروفين رح تكون عن جد بطوله ضخمه. بصير الاي او يشاركوا علوش ولا لا؟ طبعا بيصير، ليش الاو مو كلان؟ شو دخلها؟ لك لا في عينك يخرب بيتها. انتم متر كيف تفهموا الحديث؟ بتكون يا رجل اقصد. لا بس ليش لحتى ما يشاركوا يعني؟ يعني الكلان المنظم معقول ما يشارك اقل منها؟ لا بحكي لك انه يعني ايوه ما يشاركش. روح انت اسكت، انت اسكت، ما حدا حكى معك، اسكت. مسموح للبي سي يخش الاساطير اللي زيي؟ لا اهم شغله ممنوع البي سي بالبطوله. لا 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 رح اخلي، لا لا رح اخلي بي سي، رح اخلي بي سي والله تصير فاشله بدون بي سي. ايه رح اخلي البي سي لانه اغلب الكلانات المعروفه، اغلب الكلانات المعروفه واللاعبين المعروفين والهذا والجلادين كلهم لاعبين بي سي، صاروا يعني كل صار لاعب بي سي. يمكن عم يسمح لواحد بي سي يدخل، بس ايه بس راح اسمع من كل سكواد واحد بيلعب بي سي والباقي تليفونات، بس من كل سكواد واحد بيلعب بي سي راح اخلي هيك احسن مو؟ ايه احسن. يعني راح تكون شروط سهله كثير، ما راح يكون في تعقيد بالشروط، يعني شروط عاديه مثل انه راح تكون مثل بطوله الشركه، يعني ما راح يكون في تعقيد، بس البي سي انه مسموح بكل سكواد، كل كلان يجيب واحد بي سي بس، والباقي ما راح يكون في شروط. فايت عند رقم 31. ايه شايف. بس هذا كيف لعبوا حلبي ها؟ ما بعرف، نحط نحن ونشوف، عم يهرب. عم يهرب. وترحل خلص. الحلبية كلهم مشكوك. بس درعاوي هاي بدها تنظيم كثير، بدها شغل. لا اه طلع جاهزين، بدك من بكره نبلش فيها. اه؟
اخي الله معك. انا بس انا اوكي منك بدك من بكره نبلش. بدنا نعمل تصاميم اسطوريه للبطوله كمان يعني بدنا نشتغل أكيد. عليها بدنا نشتغل عليها شغل حلو فهمت علي كيف؟ وخلينا نشتغل عليها اسبوع عادي ما في مشكله بعد اسبوع نبلش. خلينا نشتغل عليها اسبوع. بيطرب اياره هذا. من بكره نبلش. بدنا نشتغل عليها كمان راح يكون تصاميم اسطوريه وراح اسوي لها ترويج حلو البطوله وكذا فهمت علي كيف؟ والله بتضرب ان شاء الله اسطوريه. وطبعا كمان ما راح ابدا عندي فايت انا كمان ما راح ابدا البطوله الا يكون عندي مجموعه اكواد حلوه عشان حتى المشاهدين يكون لهم اكواد عرفت كيف؟ يعني حتى المشاهدين بالبث يكون في اكواد يكون لوكي دراو شغال يعني. على خليها الاكواد هذيك اللي قلت لي رح تيجي الاكواد الحلوه عشان تولع رح تكون. يلا نشوفها وحسون نشوف الفايت عندها وحسون. يلا يا وحسون ورينا الفايت ورينا المتعه. نبدا باول فايت باول جلد باول مواجهه عند وحسون. ماذا سوف يفعل وحسون في هذا الفايت؟ ماذا سوف يفعل في هذه المواجهه؟ تستطيع يا وحسون تستطيع يا اسطوره تستطيع ان تعطيها له تستطيع ان تطيرها له. لا للدمج الاصفر يا حسون لا لا نريد الدمج الاصفر يا حسون لا. حسون بالثلج الحمراء الاسطوريه السريعه الدموية. يلا يا حسون ورينا ومتعنا ورينا الهد ورينا الراس كيف تطير ورينا الجلد وريهم نحكي رقلو بو 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 كفو 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 كفو. ايش نو هذا يا حسون؟ ايش نو هذه المتعة؟ ايش نو هذا الجلد؟ ايش نو هذا تطير الرؤوس؟ ايش نو هذا الاحتراف؟ كفو يا حسون كفو 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 كفو. يولعها حسون يولعها حسون يجلدهم حسون يوريهم ويمتعهم يدلعهم. كفو يا اسطورة حسون يدخل الفايت الثاني. الفايت الثاني عند حسون نشوف ماذا يفعل حسون في الفايت الثاني. ماذا سوف يفعل في هذه المواجهة الثانية الاسطورية؟ ماذا سوف يفعل في الاراضي البرغاتورية؟ ماذا سوف يفعل؟ كفو كفو كفو. الله عليك يا حسون الله الله عليك الله على المتعة الله على الحماس الله على الجلد الاسطوري الله على الرؤوس التي تطاير. الخصم راسه طار الخصم راسه في الفضاء الخصم راسه طارت. يلا الفايت الثالث عند حسون. حسون لا ياخذ استراحة. حبتين حمر اسطوريات لامعات ذهبيات قويات دمويات من عند حسون. يلا يا حسون وريهم وريهم بسباز اعطيهم وريهم ومتعهم وريهم واعطيهم. يلا يا حسون تستطيع يا اسطوره. بوب هيت شوت اسطوريه خرافيه بالايادي السريعه والرهيبه والعالميه. حسون حسون يعطيهم بالامبي 40 يطير راسه بالامبي 40. يلا مع شنبور مع شنبور مع شنبور. حسون ضد شنبور. حسون من ضد شنبور من كلان المستقعدين. هنا المواجهه الاسطوريه هنا الحماس الرهيب. يلا نشوف يا شباب. علق بالثلج. يلا مشي حاله فتحت شنبور. هل حسون سوف يطير راس شنبور؟ اب شنبور سوف يطير راس حسون. هذه النتيجة التي منتظرينها هذه النتيجة التي سوف ننتظرها. ها راح نشوف من منهم سوف يطير راس الثاني. من منهم سوف يجلد الثاني. من منهم سوف ينهي الفايت. من منهم سوف يقول انا اسطورة انا الذي جلدته. من منهم الجالد والمجلود. من منهم سوف يصبح جثة من غير راس في هذا الفايت الاسطوري. دوبل هيت شوت دوبل هيت شوت في راسك يا شنبور. كيف سوف يرد شنبور؟ ماذا سوف يفعل شنبور؟ كيف سوف يكون الرد؟ كيف ستكون الجلدة؟ كيف سوف تكون النهاية بين هذه المواجهة؟ في هذه المواجهة الأسطورية في هذه الحرب العالمية. يلا يا حسون يلا وريهم وريهم واعطيهم وريهم الجلد كيف وريهم الفايت كيف ينتهي وريهم متعة الون في ون وريهم متعة الجلد متعة الحماس متعة الون في ون متعة الرومات الأسطورية. حسون على الأراضي البرغاتورية. شو اليوم عم بيروح واحد ثاني من الزحمة. اوه حرام والله كانت فرصة حلوة. يلا حسون هنا في الاراضي البرغاتورية في فايت عالمية في فايت اسطورية. حسون التلج في وجهه يحطها له التلج في وجهه يحطها له الان. لا دمج اصفر دمج اصفر. لا شو اسمه كفو يا شنبور كفو. اول شيء 66 كنت عم شاهد عنده انا اعطاه 66 بعدين اعطاه الاصفر عليه. علي ليش ما دخلتوه؟ يلا احمد مين لانه وئام ما دخل وئام كان عم يضيفه وئام صارت معه مشكله ترفو. تعال نشوف والله بيلعب احمد في فايت نشوف. احمد سوف يلعب في هذا الفايت.